بتنظيماً من نادي شباب الفحيص، افتتح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي معرض القدس عاصمة فلسطين الأبدية، والذي اشتمل على صور تاريخية للمدينة المقدسة وأخرى للرعاية الهاشمية للمقدسات المسيحية والإسلامية فيها. كما قدم الدكتور العبادي التهاني لأهالي الفحيص بمناسبة الأعياد المجيدة. هذه الاجتماع اليوم الجماهيري صغاراً وكباراً دعماً للقدس وقدس العروبة، قدس المسيحية والقدس الإسلام، هذا اليوم الذي نجتمع فيه هنا في مدينة الفحيص معبراً عن ما يجيش في صدور كل الأردنيين ملكاً وحكومة وشعباً لدعم إخوانهم في فلسطين وفي القدس تحديداً، ونتمنى أن تدوم هذه الروح الوطنية الوثابة في صدور كل الأردنيين ومنهم أهل فحيص المناضلين الذين دائما قدموا للأردن فكرا وثقافة وسياسة. معرض الصور فلسطين اليوم هو استمرار للأنشطة التي يقوم بها نادي شباب الفحيص ومؤسسات الفحيص دعما لقضية القدس في هذه الأوقات اللي بتتعرض لتعزيز أو تكريس للاحتلال الإسرائيلي فيها، وهذا بيعبر عن الموقف الوطني المنسجم بين القيادة والحكومة والشعب اللي هو ملتزم بقضايانا الوطنية والقومية وبقضية القدس.